هنا هون مثلا هذا هون اسمه جلوب فالف. يمكن كلمة جلوب جاي كأنه هاي لأنها زي الكرة، بصير في تغير في الدايركشن للفلو. عندي هذا طبعا لما بلوطها بتنزل عمالة تتحكم كمية الفلو، هذه اسمها جلوب فالف. اللص في الجلوب فالف أعلى من اللص في الجيت، هذه اسمها جيت فالف. والجيت فالف لاحظوا الفلو بنفس الاتجاه بالضبط، في حين هون الفلو بلف من هون وبعدين برد بنزل من هون بقدر اتحكم فيه، لكن التحكم ادق في الفلو هون. فاذا كان بدي استعمل الفالف كاون اوف فالف، شو يعني اون اوف فالف؟ يعني يا اما فولي اوبن يا اما فولي كلوز، بستعمل عاده الجيت فالف. والجيت فالف تستعمل كانها اون اوف فالف، يعني يا اما فولي اوبن يا اما فولي كلوزد. فاذا كان عندي تطبيق بدي بس استعمل فالف، يا بخليها مسكره دائما يا بفتحها فولي دائما، ما بدي اتحكم بالفلو تبعها، بستخدم عاده الجيت فالف. وميزتها انه البريشر لوس فيها بيكون اقل. لاحظوا الفلويد جاي تقريبا بخط مستقيم، فيش تشينج اوف دايركشن اوف فلو، فاللوس بيكون اقل مقارنه بالجلوب فالف. الجلوب فالف فيها تغير في الدايركشن اوف فلو، فاللوس فيها اعلى، لكن الجلوب فالف تسمح لي اكثر انها تكون بروبورشنال. فاذا انا بدي اتحكم بدي احطها في سيتنجز معينه واتركها فترات طويله في سيتنجز مختلفه حتى اتحكم بالفلو، لازمني استعمل بروبورشنال فالف، فبصير احرك من هون بحيث اني احصل على الفلو بالضبط او اللي بدي اياه من هون بالضبط. فهذه انسب انها تكون. اذا بتفكروا بلغه الكنترول، ايش بيشبه هذا بلغه الكنترول؟ الكنترولرز، كان في نوعين للكنترولرز، الكي هي بروبورشنال وكانه هاي كانها اون اوف كنترول، يعني هاي كانها فيها تو ستيتس، يا بتكون اون يا اوف. هو مضبوط انا بقدر احطها بالنص، بس عاده ما بستعملها في هذا التطبيق، عاده بستعملها في التطبيقات اللي بدي اياها فولي اون او فولي اوف. لكن لو بدي هاي اتحكم بشيء بروبورشنال بحطها في البوزيشن اللي انا بدي اياه، ممكن اتركها فترات طويله في هذا البوزيشن. طبعا كل وحده لها لص مختلف من هون، وراح نطلع كي فاكتور. كل هدول الفالز والفيتوز محطوط فيهم كي فاكتور، فالهيد لوس يساوي كي في في سكوير على 2 جي. شو بذكرنا هذا القانون؟ بايش بذكركم؟ في قانون بيشبهه؟ ايش هو؟ لا لا لا، اخذناه بهاي الماده. وين اخذنا قانون كان في في سكوير على 2 جي؟ الفريكشن. الفريكشن فاكتور، ايش كنا نحسب؟ كنا نحسب في البايب الهيد لوس في البايب، كان عندي احط الفريكشن فاكتور ال على تي بي سكوير على 2 جي. والفريكشن فاكتور هي هون وهي هون. الفريكشن فاكتور من هون والفريكشن فاكتور اذا كان لامينر فلو كان يساوي 64 على ان ار، او اذا كان تيربلنت فلو بدي اروح على مودي، وبين قوسين راح احط بدخل مودي بي هذا القانون بيشبه هذا القانون. فاحنا عمالنا بنحاول نطلع او عم نقول انه الهيد لوس في الفالف او في الفيتنج او في الكول او في التي سكشن بيعتمد له فاكتور معين بنسميه الكي فاكتور. الكي فاكتور هذا والتناسب الهيد لوس بتناسب مع مربع السرعه من هون. فهذا القانون الى حد ما بيشبه، يعني كاني عمالي بقول كي هون في الفيتنج والفالف تشبه اف في ال على دي وين؟ في الطريق. هذا هون فالف اور فيتنج. فيتنج يعني زي اكسسوارز او اشياء، انت لما تيجي توصل بايبس ما بتستعمل بايبس بس، شو بتستعمل معهم؟ بتستعمل كوع، بتستعمل تي، مش هيك؟ حتى تكمل التوصيل كامل. انا لازم اطفي الكاميرا مش